عزيزي متابعي اليوم السابع في كل مكان، معنا الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب لإلقاء الضوء على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الراغبين في اختبارات القدرات. دكتور جلال، حضرتك تفضل وتكلمنا على استقبال الجامعة للطلاب الثانوية العامة اللي هم بيقدم لاختبارات اختبارات القدرات بكلية التربية والتمريض، التربية الرياضية والنوعية، حسب ما هو موجود ومتاح في بورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بهني الشعب المصري كله بالعام الهجري الجديد، إن شاء الله عام هجري سعيد عليكم جميعا وعلى شعب مصر كله. جامعة بورسعيد بترحب بأبناء الطلاب الذين انتهوا مرحلة الثانوية العامة ويرغبون في الالتحاق بكليات الجامعة التي تتطلب بعض الاختبارات والقدرات الخاصة زي كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية فنية وموسيقية وكلية التمريض. طبعا المجلس الأعلى للجامعات وضع موقع إلكتروني الطالب يدخل يسجل عليه في الكلية اللي بيرغب فيها، بيبتدي المجلس يطلع له الموعد اللي هيروح له، الطالب بيطبع الشيت اللي جاله أو الرد اللي جاله من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التسجيل، بياخده وبيطلع على الكلية بيتوجه إليها. طبعا الكلية الحمد لله في ضوء توجهات الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة بمراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فبنقيس درجة حرارة دخول الطالب أو أنه بيدخل، لا يسمح للطالب بالدخول بدون كمامة، لا يسمح باصطحاب أولياء الأمور داخل الكلية، طبعا بفضلوا بتزور خارج الكليات. طبعا كل دي إجراءات احترازية يعني للتباعد الاجتماعي، ما يبقاش فيه ضغط جوه الكلية. الطالب بيدخل على الاختبارات المسجلة بيلاقي فيه زميل موجود من الهيئة المعاونة أو أحد إداريين الجامعة، فيكون في انتظاره بياخده يوجهه في الأماكن اللي هيبدأ فيها الاختبارات. طبعا بنصح أولادنا أنه يجي بالكمامة، التزام بعدم تبادل أي أدوات خاصة بيك زي مثلا إزازة المية اللي بتجيبها معاك، ما تسمحش لحد أنه ياخد منها، ما طالب يلتزم بزيه، طالب ما جاش بزيه وعايز ياخد تيشيرت زميله مثلا في كلية زي التربية الرياضية، ما تسمحش بحاجة زي كده، ممنوع نهائي، احنا لا نسمح بهذا الأمر حفاظا على أبنائنا الطلاب. فأنا يعني بأرجوهم أنهم يلتزموا بالزي المقرر، بعدم تناول تبادل أي أدوات شخصية، التزام بالميعاد المحدد والمقرر لسيادتك، وبتمنى لهم كلهم التوفيق. الكليات الحمد لله رب العالمين تم تعقيمها كلها، سواء في الأماكن اللي هيختبر فيها الطلاب أو على مستوى الكلية كلها أيضا أو المعامل الشخصية بالكلية. السادة أعضاء التدريس متشكل لجان لكل اختبار، متخصصين في كل اختبار زي اختبار القوام واختبار الشخصي، كلهم أساتذة أفاضل، زملاء أفاضل متخصصين في كل اختبار ليحصل كل طالب على حقه الحقيقي ودرجته الحقيقية. الكليات جاهزة أيضا باستقبال العام الجامعي، إن شاء الله بنجهز له، بيتم إجراء الصيانات اللازمة في جميع كليات ومعامل الجامعة. المدن الجامعية والحمد لله بيتم إجراء الصيانة حاليا فيها، وافترينا إلى الانتهاء من صيانتها. نستقبل أيضا حاليا من أمس الأحد الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدينة الجامعية سواء كان بالتغذية أو بدون التغذية. يعني إن شاء الله نتمنى عام دراسي جديد مليء بالخير والبركة لشعب مصر كله ولأبنائنا الطلاب في محافظة بورسعيد. دكتور جلال، حضرتك بتقول إن المدينة الجامعية بدأت يعني تستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدينة الجامعية. حضرتك كان هناك في مخبز تقريبا آلي، حضرتك كده تلقي الضوء على المخبز الآلي اللي هو بينتج الخبز للطلاب المغتربين، وعدم
يعني شراء الخبز من المخابز بره منعا للتزاحم وتيسيرا عليهم. الحقيقه احنا كنا بنشتري الخبز من بره لابنائنا الطلاب، وده طبعا كان بيكلف كتير للجامعه، فتقدمت باقتراح للدكتور ايمن، وطبعا تقدم له بالشكر الحقيقه لمساندته لقطاع شؤون الطلاب وابناء الطلاب والمدينه الجامعيه. وافق فورا على الفور وتم تشكيل لجنه للشراء. الحمد لله المخبز يعمل بكفاءه عاليه جدا، العيش يعني بيجي لي من بره اما بشتريه كان سيء جدا، حاليا الخبز اللي طالع للطالب طازه بيتم تغليفه بمعرفتنا، كل من A to Z في 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 دورة العيش العاملين عندي هم اللي مسؤولين عنها بإشراف كامل من المدينة الجامعية وتحت متابعتي ومتابعة رئيس الجامعة شخصيا. كل يوم بننتج الخبز اللازم، سواء عندنا طلبة بتقيم بتغذية أو بدون تغذية، احنا بنحدد العدد اللي مطلوب، بننتج ما يقرب من 5000 ل7000 رغيف يوميا لأبنائنا الطلاب. وفرنا تكلفة عالية جدا للجامعة الحمد لله، ضمننا عيش طازة ومضمون في نظافته لأبنائنا الطلاب، موفين احتياجاتنا الحمد لله في الخبز. دكتور جلال سالم، شكرا لحسن تعاونكم معنا، ونتمنى ان شاء الله كده عام جديد. عزيزي متابعي اليوم السابع، كان معكم محمد فرج من جامعة بورسعيد.